تمنيت من الله كلمات، تمنيت من الله كلمات فأعطاني أجوبة آيات. سألت الخالق عدة مرات، لماذا الجوع والفقر؟ لماذا ننقسم جماعات؟ لماذا العجز والحرب واليتم والإعاقات؟ لماذا الألم والآهات؟ سألت عن الغضب والخيانة والكذب، سألت عن العاهات، وماذا عن العدالة وتعدد الديانات؟ أين عدلك ربي؟ وقتل الأبرياء أصبح تقليداً بشرياً جزءاً من العادات. لم أسمع أجوبة لكل أسئلتي، لكن نظرت إلى وجعك مع المسامير وعلمت أنك أنت أيضاً اختبرت الآهات، ولك حزن، وأسئلتي مشروعة عندك، حيرة الأسباب والغايات. لم يزعجك سؤالي ربي، إنما أزعجك النفاق. نحن من يقتل ويسرق ويكسر العهود والاتفاقيات. نحن نفاق، نحن من اغتصب واغتسل مع كل الصلوات. أسئلتي حيرة من ابتعد عن الله سنوات. عاشرت الخطيئة فصارت هي المرآة، وأجوبة الله قداسة ومحبة الفادي، صليب وكسر للموت، خلاص ونجاة.